استقبل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية اليوم، وبحضور سعادة الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة، وسعادة السيد فاغيف غارايف سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى مملكة البحرين، السيد جورجي بولتافيشينكو محافظ مدينة سانت بطرسبيرغ الروسية، والذي يزور مملكة البحرين على رأس وفد رفيع المستوى يضم مختلف القطاعات الحكومية وممثلين عن الشركات والمؤسسات الخاصة. وفي مستهل اللقاء رحب معالي الوزير بمحافظ سانت بطرسبيرغ والوفد المرافق، منوها إلى أهمية التواصل والتنسيق المستمر لتعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين، خصوصا وأن هذه الزيارة تأتي في أعقاب الزيارة الناجحة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى روسيا الاتحادية في فبراير الماضي، والتي أسهمت في فتح أفاق جديدة في إطار علاقات الصداقة والتعاون الوطيدة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين. وأطلع معالي الوزير المحافظ والوفد المرافق على جهود وزارة الداخلية لحفظ الأمن والنظام وتأمين السلامة العامة لجميع المواطنين والمقيمين، باعتبار أن الأمن والاستقرار يمثل الركيزة الأساسية لخلق بيئة آمنة للاستثمارات والمشروعات الاقتصادية، بما يساهم في فتح مزيد من آفاق التعاون، مشيرا معالي إلى أن مملكة البحرين ماضية نحو مستقبل مشرق وآمن تنعم به كافة أطياف المجتمع، وذلك في إطار العمل المستمر على تبني نهج الإصلاح والعدالة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين انطلاقا من مبادئ المشروع الإصلاح لجلالة الملك المفدى. وقد تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية القائمة وبحث مجالات التعاون والتنسيق، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.